everybody get your fucking hands up. ولا نيمار ولا مبابي ولا ايوه
الدور على الطيور استعجل ايوه بس استعجل منور الدنيا كان بيتفرج. طب يا خليفة هل انت شايف مثلا ان بوتشيتينيو مدرب باريس سان جيرمان الراجل مثلا نزل رمى كل كروته في الشوط الاول يعني نازل مثلا بكل الهجوم بتاعه نازل يلعب الماتش بجديه ما هو ده اللي باين يعني صح الراجل مسيطر وبرده جوارديولا مسيطر ماتش لا يا بس هو كده مفيش تبديلات مفيش تبديلات ما هو ممكن ده يعني يجي الشوط الثاني يا خليفة ده انا بتكلم فيه لو هو كان في الشوط الثاني يعني فاهم ازاي؟ شايف ان هو يعني التشكيله بتاعت مانشستر سيتي حلوه يعني التشكيله حلوه اه لا وشغل عالي طب ورياض محرز ايه رايك فيه؟ طب والله العظيم انا اقسم بالله العظيم يعني بص مانشستر سيتي ده يا اسلام بجد بجد يعني انا من اكتر الفرق اللي انا بكرهها في العالم والله العظيم بجد بس اللي محببني فيها واللي بيخليني اتفرج عليها محرز بس رياض محرز كان ازاي برضه فخر العرب اكراما يا عم فخر العرب زي ما صلاح برضه فخر العرب الجزائر برضه جايبين رياض محرز فاهم ازاي؟ بس احنا برضه في الاول احنا مش عايزين نخسر من صلاح لا صح ابعد عن صلاح بص يابا حقنا حياته واخونا وحبيبنا ابعد عن صلاح ان شاء الله صلاح هيقدمها ان شاء الله باذن الله وانت مش معانا في الفيديو انت ولا مش معانا في الحديث ولا ايه؟ كنت على الموضوع ساكن الاكل نازل على الشيبسي والحاجات الساعة والسوداني بص مكلفين وظابطين الدنيا والحاجات الحلوة ايه؟ ما تنسوناش بس بقى ايه اللايكات الحلوة كده اهو شوط تاني ابتدى شوط نادي بقى زي ما قلت لكم قمنا عملنا نسكافيه كده هو كتب قعدة حلوة كده وجميلة ورجعنا لكم تاني اهو ايوه كده النسكافيه اهو ولا جون 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 ايوه الاول لا بس اقول لك ايه شوف الفكره شوف الفكره استنى طالع منين بص الله انا قلت لكم جوارديولا بيتفلسف بص عشان حكيمي فرحان بص جوارديولا بص جوارديولا عامل ازاي هيتجنن مش عارف لا بس بص الكوره من اولها بص التهويشه هي بص على الباص الوان تو الله الله بص مبابي مليان عشرة يا عم بس بص ميسي الاسيست من ميسي بقى الاسيست ايوه يا عم ميسي هو كده الماتش عايز كان بص المبابي كده الماتش لا عايز لما نشوف هو عامل بقى جوارديولا هيعمل ايه كده الماتش شوف بقى جوارديولا هيعمل ايه لا بس ده دي البدايه بقى دي البدايه بص القرعاوي بص القرعاوي صدمه الحمد لله التيشيرت ما جبتهاش على الفاضي الحمد لله النسكافيه ما جبناهوش على الفاضي يا ريت بقى كنا عاملين ده النسكافيه وش حلو على باريس بص بقى يا معلم بقى جوارديولا هيهاجم اكيد بقى كله باريس تلعب على المرتدات برضه هو محتاج جون تاني ايوه هيأمن نفسه طبعا خلي بالك برضه فاهم ازاي؟ يعني حتى هو ماتش برضه مش فارق مع جوارديولا بس برضه الخساره في ملعبك للباريس وحشه هو جوارديولا عليه مطور يعني مش هيخسر صح جدع يا اسلام مش هيسقط يعني هيسقط صح زي كده ست هيبدا يهاجم ويطلع من خط الدفاع ايوه ده صح بس هو دي بروين خليفه دي بروين يا جدعان فين الراجل ده؟ فين؟ عامل تأثير جامد ايوه طبعا خليفه ده بقى ايه؟ الرمانه اللي بتربط الدفاع من الهجوم ده اللي هو رمانه ده اللي يفتح اللعب اوه عرض بقى يا رياض عرض بقى قوي جابريال جيسوس جابريال جيسوس هيبدأ يهاجم اهو بص طلع مين اهو انا قلت حاجه من عندي طلع زينشينكو شفت كان قلت لكم في الاول ان هو غلط ونزل زينشينكو اهو بص دلوقتي بقى فقع لنفسه وطلع زينشينكو ونزل مين جيسوس هيهاجم زي ما انا قلت هيهاجم بقى كده اهو بص اشرف حكيمي بص حكيمي لا مش انت يا حكيمي اللي بتعمل التمريره ديت مش انت هتشيله بص الضغط الالي الضغط الالي بتاع باريس يا جدعان ايوه من مرتدات يلا في المرتدات اضربوهم الله يا ميسي يا ميسي لا هو مختار مش عارف بقى
عندناش حلاوه. بص لا بص بص هجمه بهجمه يا راجل. ايوه الدنيا بتتغير. انا دلوقتي يعني بيفكرنا كده بيفكرنا بريال مدريد زمان. بس هي كانت في مشكله الفرقه لما بتدوم على طول عمرها كده. مثلا ريال مدريد لما كان كل بيكهام وزيدان كل ما بينزلش ما كانوش بيعملوا نتيجه. او مثلا بص الفرقه لما بص مثلا لما كان معاهم مثلا بنزيما مثلا تلاقي ان نتيجه مع بنزيما لوحده احسن لما كانت النجوم كلها موجوده. ايوه صح. اما دي حلقه الدحيح اتكلم عنها. وما نزلش من روما. تسمع الناس يا اخي فينا منتشر الدوري المصري كده بالقوه دي بسرعه. الدوري المصري هو في دوري مصري اصلا يا اسلام؟ انت بتهزر يا اسلام. هو ده دوري؟ ده دوري مزارعين. ستيرلينج ستيرلينج حط بتاع ادو ستيرلينج ستيرلينج يا جدعان ستيرلينج الان بس جول حلو ده فاهم. هو دربكه في الدفاع دربكه في الدفاع. انا قلت لكم مش عايز كان بايك بقى معاك مش عايز كله واحد كده واحد واقف لسه ما لحقش يفرح. بصوا بوتشيتينيو ليه ستيرلينج ليه يعني ستيرلينج يا عم ليه يا عم والله لو مهندس كان جنبه كنت فرحت والله يا عم. بص ميسي يا عيني زعلان ومش عارف ايه. بص الكوره من اولها يا اسلام. بص يا اسلام ده فاكر جامده قوي. هي جت وسط ايوه. بص الكوره عارف رايحه فين. بص ده لوحده ازاي بقى هزينا غفله. بص ووكر بص ووكر يا جدعان. لا بس بلد من كام حد عشان توصلوا في الاخر. بس هو فقر يا جدع في عليه ما تقول لدم امك يا جدع. بص الزاويه ايه صعب انها تصعب خالص. انسى انسى ايه يا عم نص الملعب. اصحى معانا يا حميد اصحى معانا. انا بقول لك ايه انهي بيلعب احلى الفريق الازرق ولا فريق الكحلي؟ انهي احلى؟ الكحلي احمد الكحلي يبقى الكحلي خلاص هو الكحلي هيكحرها علينا خلاص. دي ماريا بيسخن دي ماريا بيسخن. بص ده وكوتينيو عايز يكسب ينزل دي ماريا كان يزود الدعم الهجومي. يا باشا السيتي يا باشا ضاغط الضغط يولد الانفجار. صح ولا مش صح؟ بس برضه الضغط لسه للسيتي اكتر. اكيد اكيد يا اسلام. جابرييل جيسوس حط الثاني. جيسوس نازل سخن نازل يعلم شغل المدرب ده. ريمونتادا ريمونتادا في ملعب الاتحاد. جوارديولا مش هيسخن. قلت لك لو باريس ما حطتش الثاني مانشستر هتاخد تعادل وكمان الموسم ده. جابرييل جيسوس بس هو كسب برضه الاستلام حلو الصراحه. يعني هدف حلو الصراحه. ليس بعد ما شوف جول طرش يا عم اتنيل بقى يا عم نيمار. انت جاي انتوا هنا صفروا من الاستلام سابوا الكوره ازاي؟ بتلعب قدام السيتي. السيتي برضه جامده جون قدام شخصية بس كده. ايوه بص يا اسلام انا اول الماتش دلوقتي كده بوتشيتينيو رمى كل الهجوم. كان ازاي؟ رمى كل الهجوم رمى مبابيه مع نيمار مع ميسي مع ادريسا مع كل رمى كل الهجوم.
فاهم ازاي؟ انما جوارديولا يا باشا، جوارديولا ما لعبناش كل يوم، جوارديولا مريح مسموس، مريح الدوري، لا عنده لعبة عادية جوارديولا. صح يا استاذ، التغيير اللي عمله جوارديولا جابريل جيسوس او ارنو موتشر، عنده جاد جريليش، عنده فيل فودن، عنده عتاولة برضه. لعيب باريس سان مانيه، كل لاعب عايز يبني نفسه، مراته مش مصريه. امبابي عايز يفكر نفسه، بص عايز يخش من خمس مدافعين، ايه ده؟ وميسي نفس الكلام، كله نفس الكلام. يا جدعان انا مش عاقل، يعني الفرديات دي مش هتجيب نتيجه، مش هتجيب نتيجه. يا شايف نفس اللي بيحصل في باريس، نفس اللي حصل في ريال مدريد يوم الايام لما كان زيدان مع لويس فيجو ومع بيكام، كونيرا في الفرقه خلاص، كل واحد عايز الناس تخدم عليه، فمبقاش حد قلبه على الفرقه، كله بيدور على نفسه، وفي الاخر كله بيجي على دماغ الفرقه، كله بيجي على نفسه. نفس الكلام بيحصل مع باريس، انا مستغربه ازاي هو ما تعملوش في نفس ريال مدريد. صلى على النبي، صلى على النبي. لو باريس سان جيرمان بنفس اللعيبه دي بنفس التشكيله بس معاهم زين الدين زيدان كمدرب، هل يقدر يظهر من حاجه؟ هل زيدان هيقدر يسيطر على كل النجوم دي؟ يعني ما اعتقدش ان زيدان مثلا كان هيقدر يتحكم في الارض وموقع زيدان هيعمل ايه؟ لان دلوقتي انت عندك مثلا صعب، نيمار شايف نفس المانج هو حسب برضه، ميسي شايف نفسه للموقف البابي، فما يعني هما بيلعبوا بروح للفرقه، بيلعبوا بروح عايز يحسس نفسه راح يحافظ على الدوري، بس ما كانش قايل له بروتوكول. لا زيدان عقليه، عمرك ما هتشوف زيدان شباب كيلو، لا زيدان عقليه يا جماعه، بعدين واخد شغل مرتين ايه ده؟ لا زيدان عقليه، بس جوارديولا برضه جوارديولا ياسوس معنى ياسوس موجود الراجل ده، جوارديولا انا بحب جوارديولا صراحه، يعني انا شايف فريق السيتي هو اللي بيدرب، هو مثلا بيقول لك ايه؟ مثلا بيقول لك ايه؟ مركب البيت فيها كذا مقطم بالدنيا يعملها تاني. انا عايز ميسي الجزائر اقوى منتخب عربي وافريقي تتفق ام تختلف؟ اكيد الوقت كله هو افريقيه وفعلا. طب المغرب، هل المغرب نفس رئيسي؟ المغرب بس مش قوه صح، يعني اعتقد في شباب افريقيا مثلا ممكن تكون كوت ديفوار اكثر من المغرب، كانت زمان دلوقتي بس برضه بيرجع تاني. احنا اتمنى والله، اتمنى فاضل الوقت الجزائر يلا بقى الحكم ابدا، ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، من اول اخر دقيقه خلاص، اخر دقيقه في الماتش بيتكلم من منطقه الماتش الرسمي خليفه انتصر عليها سواء في الماتش ولا سواء التوقع. يا ريت ما تتجمعش، خلاص كرسي، خلاص كرسي، خلاص مبروك جوارديولا، مبروك مانشستر سيتي، خلاص خلاص مفيش امل. بس بقول لك يا زول، السيتي تستحق الفوز؟ لو الحلقات بقى من دي عجبتكم كده اهو، تنسوش بقى تدعمونا باللايكات الحلوه بتاعتكم، اشتركوا في القناه وجداد مش متشاركين، فعلوا زر الجرس، تابعنا على فيسبوك، تويتر، تيك توك، انستجرام، هسيب لك كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. كان معكم فارس الجزاوي واخواتي وحبايبي اللي نوروني، ونشوفكم في حلقه جديده.